الثقافة التونسية ورسوخها في حضارتي. تميزت الأجيال المتعاقبة عن خبراء هذه النشاط التقليدي الهام وحافظت عليه رغم منافسة النسيج العصري. تعكس المنسوجات التقليدية بألوانها المختلفة وزخارفها المتنوعة ورسومها المعبرة مجموعة من الدلالات والمعاني. هذا المنبوذ مزيج من فن النسيج التقليدي والرسم على الصوف، وهو يحظى بشعبية كبيرة سواء عند التونسيين أو عند السياح. تصافح أناملنا هذه الخيوط المثبتة على هذا المنسج الخشبي. اخترنا الألوان التي سنستعملها للنسج، ثم سنقوم بتوزيعها أفقيا. محلاها الصنعة التقليدية صنعة أجدادنا وبيها تفخر بلادنا.